الحمد لله. يعني انا اول مباراه لعبتها كان اظن ضد السويس في ملعب النادي الاهلي ضد فريق السويس الرياضي كان في ذلك الوقت، وكسبنا 1-0 وكان اداء كويس. يعني ما اقدرش تسالني لا المباراه وفقتوا فيها انا حضرتك الحمد لله. فريق فاز وحضرتك في الملعب وسنك بكل المقاييس حتى مقاييس العصر ده سن صغير لتولي مسؤوليه النادي الاهلي. بالتاكيد كان تحدي كبير يعني كان تحدي كبير. ويعني بعد المباراة يعني يا دوب بعد ما خدت الدش وروحت، أول ما دخلت البيت نمت، لأن ما كنتش نمت قبلها يومين من يومين انتظار المباراة والمسؤولية مع أنك لازم تنام بدري قبل المباراة. كل الكلام ده سقط، كان يومين كاملين بتفكر في المباراة، بتفكر في الماتش ما فيش غيره يعني. عموما احنا عندنا طبعا ملفات كتير قوي هنرجع لها خلال الحوار، وفي فقره كامله من حوارنا النهارده معدل الحديث عن علاقه حضرتك بالنادي الاهلي، برموز النادي الاهلي، بالكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره الحالي، كل ما يربط بين الكابتن عصام عبد المنعم وجذور النادي الاهلي وقيم ومبادئ النادي الاهلي وحبك الكبير طبعا المعروف للنادي الاهلي. عايز ارجع لقضيه المحكمه الرياضيه قليلا قبل ما ننطلق للحديث عن بطوله دوري الابطال الافريقي هذا الموسم. هل في قضايا محورية يمكن أن ينظر فيها قريبا أو أن تقوم المحكمة الرياضية التابعة للجنة الأولمبية المصرية بالبت فيها قريبا وتبقى مؤثرة في الرأي العام الرياضي؟ أولا يعني السرية مطلوبة في هذه الأمور. لا ما هو متاح ما يمكن أنا أقدر أكلمك على يعني المنظومة. إحنا مجلس إدارة، عشان الناس ما تفهمش إنه عصام عبد المنعم بيقعد كده على منصة وبتيجي عليه القضيه وبيفحصها هو ومعاه يعني المستشارين. يعني الكلام ده طبعا مش صحيح. احنا مجلس اداره، اما هذه القضايا لانها انت عارف انه القانون الجديد انه النزاعات الرياضيه اتمنع خلاص انها تنظر امام المحكمه العاديه، يعني لو راحت امام القضاء العادي لو في نزاع رياضي بين نادي ولاعب بشأن عقد أو مع اتحاد أو بين جهتين رياضيتين وراحوا لمحكمة الجنح ولا محكمة الجنايات، يقول لك عدم اختصاص وتحيلوا للمحاكم الرياضية، روح للمحاكم الرياضية. لأن يعني المحاكم الرياضية القائم بنظر القضايا فيها قضاة ومستشارين على أعلى مستوى مش كباتن. إحنا مجلس إدارة للجنة، فبنعتمد المسألة دي القضايا اللي هي بتيجي، علشان أحيانا المحكمة تكون عايزة تتنور بجزء خاص بينا أو برؤية خاصة بينا محتاجة فيه إلى رأي خبراء في الرياضة فإحنا بمثابة هؤلاء الخبراء. لكن الصلاحيات حضرتك بتقول التفاصيل الفنية في العمل القضائي والقانونية بالكامل متروكة لفريق من القضاة والمستشارين طبعا لأنه ده يعني دي ضمن المنظومة القضائية المصرية يعني تبع وزارة العدل. عظيم. طيب يعني طبعا مش هنطلب من حضرتك تقول اي شيء، لان زي ما حضرتك قلت مطلوب السريه في الامر ده، وانه لا يعلن اي شيء قبل ان يتم البت فيه قضائيا ويصدر حكم بات بهذا الشان او ذاك. طيب خلينا ننتقل مع حضرتك. اللجنه الاولمبيه هل طرح اسم، يعني سمعنا ان كان في طرح وفي اقتراحات بان يترشح كابتن عصام عبد المنعم في يوم ما لرئاسه اللجنه الاولمبيه، ما مدى صحه هذا الكلام ولا كانت اجتهادات غير دقيقه؟ لا هو اصله لازم الاتحادات اللي ترشح يعني، وده شيء يشرفني اذا تم يعني، انما ما حدش بيطرح نفسه كده يعني. لا مفهوم، لكن هل ده تم مناقشته سابقا مع حضرتك من بعض المقربين في الوسط؟ هل بعض الناس كان في مطالبات لحضرتك بترشح؟ حصل في وقت من الاوقات، وانا كنت في الوقت ده ما زلت في العمل الصحفي، وما كانش ينفع ان انا اجمع بين الاثنين يعني، فانا اخترت الاستمرار في العمل الصحفي. في العمل الصحفي. طيب هننتقل للنادي الاهلي هذا الموسم تحت قياده ريني فايلر. نبدأ بالملف الأفريقي، حضرتك شايف إزاي الأمور في الاتحاد الأفريقي؟ شكوى النادي الأهلي ومطالبته بإعادة الحقوق لأصحابها أو بألا يستمر مسلسل الأخطاء التحكيمية الفادحة بما يؤثر على عدالة وتكافؤ الفرص. هو طبعا يعني النادي الأهلي الحقيقة يعني زي ما بيقولوا المؤمن مصاب. النادي يعني إذا كان هناك يعني 10 اخطاء تحكيميه في الموسم فادحه، فبيبقى 9 منها للنادي الاهلي، ضد النادي الاهلي. وما اعرفش السبب ايه، يعني احيانا يكون السبب انه
معانا في ان الواحد الحكم بيكون ضعيف الشخصيه لدرجه ان هو عايز يبين انه محايد فيجي على الكبير عشان يقول للناس انا مش ممكن اجامل فريقي. انا مش خايف من يا عم، احنا مش ما بخوفش حد، بس الحق حتى لو يعني لو الضعيف غلطان يتحاسب. صحيح، هي مش مساله ان انا يعني ما فيش فيها احسان. فيعني النظره دي يجب ان هي لان احنا الحقيقه ما بقاش عندنا حكام بنثق فيهم، وما بقاش عندنا حكام حتى القاره الافريقيه بتثق فيهم، واحنا كان عندنا حكام مسمعين حتى على المستوى الدولي بيحكموا في دورات اولمبيه، علي انديل وغيره، كان عندنا حكام بيطلبوا بره لان هم كانوا بهذه القوه. والقوه مش انك انت تيجي على القوي وانك انت تنصر الضعيف ظالم او مظلوم. فيعني المساله متصله ايضا بالنواحي الشخصيه، لابد انه الحكام تتعمل لهم اختبارات يقوم بها اطباء نفسيين، لان يعني في حكام عايزين علاج نفسي. ليه حضرتك بتقول كده يا كابتن عصام؟ عندهم نوع من العقد، وده مش عيب، اصل ده زي مرض زي الانفلونزا، زي ما الواحد يجي له كحه، زي ما الواحد يجي له مغص، واحد يكون عنده يعني تعب شويه في النواحي الشخصيه او في قدراته النفسيه. كلنا بشكل او باخر عندنا، وبالتالي قدرته على التعامل مع مباريات كبيره او جماهيريه وقدرته على الثبات الانفعالي واتخاذ القرار بتتاثر بده. حضرتك بتقول يجب ضبط هذا الامر. لابد انه الاختبارات النفسيه اللي بتتعمل للحكام بره. حضرتك بتتكلم بشكل عام على الحكام في الدوري المصري او على مستوى القاره؟ على مستوى، انا ماليش دعوه بالقاره، انا ما بديرش القاره، يعني القاره بتتقدم واحنا بنتاخر، لان هم كانوا بعيد عننا قوي، خدوا بالاسلوب العلمي، ويمكن الاستعمار ساعدهم شويه في ان الاستعمار طول عندهم. احنا لما تحررنا وخدنا امورنا بايدنا بوظنا الدنيا، هم الاستعمار فضل عندهم شويه زياده، اتعلموا بره، خدوا ثقافتهم من بره، وابتدوا يعني يقربوا من اوروبا شويه، فيعني انطلقوا في مجال التحكيم كما في مجالات اخرى. فهم الحقيقه تفوقوا علينا في، مع ان كان المفترض العكس، ان اللي بيستقل تماما ويملك قراره في تطوير كل شيء المفروض انه بيطور كل جوانب منظومته بما فيها الرياضه. اللي حصل في العقود اللي فاتت حضرتك بتقول ان احنا تاخرنا في مجال الرياضه كتير، في كل حاجه الرياضه، بس احنا في كل حاجه، احنا ربنا بعت لنا السيسي عشان يظبط الدنيا دي، ما كانتش مظبوطه في كل حاجه. يعني الحاجات اللي اتعملت في السنين كل ده، يعني كان عندنا يعني تجارب فاشله كتير قوي في كل حاجه، فمنها الرياضه ومنها كره القدم ومنظومه التحكيم. يعني يعني قول لي حكم مصر راح كاس العالم دي اخر مره امتى؟ لما حكام افريقيا بيروحوا كاس العالم في الخمس ست دورات اللي فاتوا دول، ولا حكم مصري لما في حكام من افريقيا بتروح، معنى كده ان افريقيا فيها حكام احسن من الحكام المصريين، وان احنا مش في الصداره في مستوى التحكيم في ولا في اللجنه ولا في الدورات الاولمبيه ولا في كاس العالم. ده ممكن يتغير ازاي؟ يعني نعيد ضبط